القرية وفأر المدينة. في يوم من الأيام دعا مديان فأر المدينة صديقه قريان فأر القرية للعشاء. استقبله في بيت فخم، انبهر الفأر القروي، أفرشة أنيقة ولوحات فنية. جلس الاثنان على أريكة يتبادلان أطراف الحديث، وفجأة سمع وقع خطوات، تاك تاك تاك. فقال مديان لصاحبه: هيا اختبئ، احذر. كثرت الحركة، صاحبة البيت تبحث عن كتابها وزوجها يبحث عن نظارته، شخص يدخل وآخر يخرج. هدأت الحركة لحظة. قال فأر المدينة: لا شك أنك جائع. رد عليه فأر القرية: بالفعل، معدتي تزقزق. قال فأر المدينة: سنتسلل إلى مخزن المؤونة ولنلزم الحذر. وحبوب، فواكه مجففة، حلويات وأجبان تملأ المكان. ولما اقترب مديان من علبة التمر تفاجأ بمواء قط. اندهش فأر القرية. قال فأر المدينة: اختبئ، لا تتحرك، إنه سوسو. جمث الدم في عروقهما من شدة الخوف. أخيرا ابتعد القط عن المخزن، فقال الضيف لصاحبه: هنا لا أستطيع العيش في أمان، فالرعب والقلق في كل مكان، هواء ملوث وجو يخنق الإنسان والحيوان، أدعوك لزيارتي في ضيعتي يا مديان. وبعد أسبوع التقى الصديقان في ضيعة فيها الكثير من السنابل وشقائق النعمان. قال الفأر القروي لصديقه: تفضل، أمامك حبوب وخضر متنوعة. ما أكل الضيف إلا القليل من الطعام، وقال لصديقه قريان: الحمد لله، بارك الله فيك. فأجابه قريان: ولكن ما بك يا مديان؟ لقد ألفت أكل الحلويات والأجبان، أما أنا فتعودت على الخضر والفواكه والحبوب والألبان، أتناول وجباتي مرتاحا، لا يزعجني أي إنسان، أعيش وسط الطبيعة في أمان. كان يا مكان،
كان طفل اسمه أحمد يعيش في قرية مبنية من طين، تحيطها أشجار الزيتون والتين، بيوتها قد صفت بالزحام، كانت قرية بسيطة يا سلام، لكن الحب مزروع فيها والخير يعم أهاليها، وأحمد له من العمر 4 ومن الإخوة والأخوات 7، قد عاشوا في بيت دافئ صغير، وناموا على فراش من الحصير، ونامت مع أحمد بطة صغيرة كان يحبها من كل قلبه، يلعب معها ساعات طويلة. وقفت الأم محتارة في أمرها، نظرت إلى صغيرها، يا أحمد العب مع بطتك خارج البيت، إن بيتنا صغير لا يكفي لخزانة وسرير. حمل أحمد بطته الصغيرة قاصدا ساحة القرية، ولعب هناك لحظات مع البطة ألعابا جميلة، لكنها كانت لحظات قليلة، فقد أزعجته العربات والسيارات والجرارات والجرافات، فكادت تدوسه مع صديقته فتقضي عليه وعلى رفيقته. عاد أحمد إلى البيت غاضبا، وجهه من الخوف يبدو شاحبا، قص على أمه قصته وعاد يلعب ثانية مع بطته، لكن والدة أحمد غضبت ومن اللعب انزعجت، وطلبت ثانية من أحمد اللعب خارج البيت. احتار أحمد ماذا يصنع، وخطرت على باله فكرة، أحضر ورقة بيضاء ومواد تلوين صفراء وزرقاء وخضراء، ورسم عليها بركة مملوءة ماء وأشجارا باثقة في الفضاء، ورسم الشمس الصفراء في السماء، وقال للبطة تعالي نسبح معا في بركتي فهي على الأرض جنتي.